معنا مراسلنا أحمد جرادات من القدس. أحمد أهلا بك. إذا نجح يائير لبيد مبدئيا حتى الآن بجمع أصوات كافية لتشكيل الحكومة التي لا يتوقع أحد لها الصمود لوقت طويل أو حتى نيل الثقة، الأجواء الأصداء أيضا أحمد وآخر التطورات بشأن تشكيل هذه الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية؟ نعم أحمد، يعني نجح يائير لبيد في تشكيل الائتلاف الحكومي، ولكن حتى الآن الأمور لم تحسم، أي أن هذه الحكومة لم تحصل على مصادقة وتكليف من الكنيست الإسرائيلي، وهذا ما يسعى إليه حاليا يائير لبيد. هناك بدأت تتكشف خلافات على ما يبدو في داخل المعسكر الذي يسمى بمعسكر التغيير، بعد أن توجه يائير لبيد بطلب لتغيير ولعقد جلسة طارئة لتغيير رئيس الكنيست الحالي وهو يريف لافين، وهو محسوب على حزب اليكود بسبب اقتناعه بأنه سيماطل في المهلة وسيماطل في المدة التي وفي الجلسة التي ستعقد لمناقشة ولتكليف وللمصادقة على هذه الحكومة. إلا أنه قبل قليل سحب أحد أعضاء حزب يمينة وهو أحد الأحزاب المشكلة لهذه الحكومة والائتلاف الحكومي، سحب تصويته وسحب توقيعه من طلب التأجيل ومن طلب محاولة تغيير رئيس الكنيسة. أي أن هناك حتى الآن خلافات لم تحل بشكل كافي. حاليا هنا بعد قليل سيجتمع بنيامين نتنياهو بأعضاء ورؤساء الأحزاب المؤيدة له في كتلة اليمين، إضافة إلى قياديين بارزين في حزب اليكود. كل الجهود حاليا تنصب باتجاه البحث عن منشقين. ربما هناك أحد أعضاء حزب يمينة ربما هو مستعد لعدم التصويت ولعدم منح الثقة لهذه الحكومة، على الرغم من أن رئيس هذا الحزب هو الذي سيكون رئيسا للوزراء للفترة الأولى، وذلك بسبب إما بسبب دعم حزب عربي لهذه الحكومة أو لأسباب أخرى بسبب التوليفة ما بين الأحزاب اليمينية والأحزاب المحسوبة على الوسط واليسار. وهناك توقعات أصلا إن نجحت هذه الحكومة في التشكيل ورأت النور فعليا بأن لا تستمر طويلا بسبب هذه الاختلافات التي تقع بينهم، وهي اختلافات عميقة سياسية أيديولوجية ولا تقتصر فقط على شيء خارجي أو شيء يمكن التجاوز عنه. حاليا ما يسعى إليه لبيد وهو الذي كان مكلفا بتشكيل الحكومة هو الذهاب باتجاه تغيير رئيس الكنيست، لأنهم يعتقدون أن هذا الرئيس رئيس الكنيست سيماطل حتى 12 يوما لعقد جلسة المصادقة ومنح الثقة لهذه الحكومة. هم يعتقدون أن إذا ما قاموا بتغيير رئيس الكنيست سيكونون قادرون على عقد جلسة بعد أسبوع تقريبا من الآن لمنح الثقة لهذه الحكومة، ولكن إن كانت الفترة المقبلة هي 8 أيام أم حتى 12 يوما لن تكون سهلة. هناك ضغوط من اليمين، هناك محاولة من اليمين الإسرائيلي البحث عن منشقين في حزب يمين أو حزب جدعون ساعر، لأن هذه هي حكومة ضيقة. عندما نتحدث عن حكومة ضيقة هي قائمة فقط على 61 عضو كنيست، أي على الحد الأدنى من المفروض ومن ما يجب الحصول عليه من أعضاء كنيست لتشكيل هذه الحكومة. أي أننا نتحدث إن كان هناك منشق واحد فقط فإن هذه الحكومة لن تقوم ولن ترى النور. نعم أحمد، كل التوقعات كانت يعني بعدم صمود هذه الحكومة أو حتى الصمود لها لوقت طويل كما ذكرنا. لكن أحمد أريد ولو نعرج بشكل سريع على القائمة العربية المشتركة، كان هناك حديث بتحالف وأيضا بضمانات أو حتى بتعهدات من قبل الحكومة الجديدة إن شكلت، ما هي هذه الضمانات أو حتى التعهدات؟ نعم، القائمة العربية المشتركة هي لم تشارك في الائتلاف الحكومي، بل من شاركت في هذا الائتلاف هي القائمة الموحدة العربية المحسوبة على الحركة الإسلامية الجنوبية داخل الخط الأخضر. تم التوقيع على الائتلاف الحكومي، وذلك حتى كانت هناك مطالب منذ البداية بإلغاء قانون كامينتس وهو قانون التخطيط والبناء الإسرائيلي المحدث والجديد، الذي بسبب هذا القانون يتم هدم مئات المنازل من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر أو في القدس المحتلة، ولكن رفضت كتلة التغيير هذا الطلب. هي تحدثت عن وعود بتجميد لبعض الوقت، عن خطط للمساعدات، عن خطط مالية لوقف ولمحاربة العنف والجريمة داخل الخط الأخضر، إضافة إلى محاولة الاعتراف بثلاث قرى غير معترف بها في النقب والحديث عن قرى إضافية. ولكن المطالب الرئيسية لم يتم الموافقة عليها، مثل إلغاء هذا القانون، لم يتم التطرق أصلا إلى قانون القومية والذي أقر في الكنيسة الإسرائيلي قبل عدة سنوات والذي
يعرف إسرائيل على أنها دولة للشعب اليهودي، وأيضا يعني هو ما وصف بأنه قانون عنصري في ذلك الوقت. شكرا جزيلا لك مراسلنا أحمد جرادات، كنت معنا من القدس. طبعا لنا وقفات لاحقة على آخر التطورات.